وانت شو صاير عليك؟ مسوق على مهلك. هذا اللي صار. وين البن؟ ليكو هون عندك. الموتور مرخص؟ ايه. باسمك؟ لا، باسم بسام. انا ما معي اوراق هون، ما فيني اشتري بسكليتي. وعامل حادث من قبل؟ هي تاني مرة. أول مرة لما تعلمت السواقة. هدي هدي شوي هدي شوي. لا تقلية، أنا بحبها خفيفة. وأنا بحبها تقيلة. إيه أنا ما بشربها هيك. أنا الضيفة هون، بدك تشربني القهوة على ذوقك؟ أنت شو اللي جابك لعندي لهون؟ أخذتني على المستشفى، عم ردلك لجميل. يا ستي كتر الله خيرك، بنت أصول. باردون. اترك لي ايدي، وين الحمام؟ اول باب على ايدك شمال. هول شو هول؟ هي سالي شو جابها لايدي؟ يي انت حاططهم بالحمام، بعدين ليه عندك كل هالاغراض للبنات؟ لو شو بتعوزهم؟ ما نصهم مستعملين، يعني ما فيك تبيعهم، وبعد في قدهم عمرتين كمان، الا اذا كانوا لصاحباتك البنات. لك خلصنا بقى. شو جابك لعندي انت؟ مو اجيت تطمني؟ خلص يعطيك العافيه، الله معك. اه حياخد جزدان وماشيه. ايه روحي. اللي بتلاقيهم بالشنط المسروقين، ولا كم شنطة سارق إذا هيك؟ هلا أنت مو أخذتيها لشنطايتك؟ فلسعي يلا. شو يعني فلسعي؟ يعني تفضلي من غير مطرود. طب شو بتعمل بالشنط المسروقين؟ أوهو علينا، خلصنا بقى، اطلعي لبرا لو سمحتي. يلا يلا. طب بدك بعلك إياه هون؟ أوه. كل هول؟ لك هيدا شو حلو. وانتي قادرة تبيعي الشناتي كلهم؟ أنا اللي قادرة. لمين؟ انت شو فارق معك لمين؟ المهم بيعهم، مش بس ببيعهم، اللي بقلبهم كمان. حلو، وقديش تنباع معك الشنطة؟ آخ يا خيي حسب، في قصص بالرخيص وفي قصص بالغالي. بالغالي؟ إيه، شو مفكر لكان؟ الربح 70-30. السبعين إليك؟ لكن إلك؟ وليش بالله؟ مين اللي عم يخاطروا يسرقون؟ أنا ولا أنتي؟ ليك ما تتزاك علي هلأ، عندك أغراض مش عارف تتصرف فيهم، إجت محسوبتك تطلع لك كم قرش منهم، حتى لو عطيتك 10% بتضلك ربحان. يي ليه عم تضحك؟ بالله من كل عقلك، السبعين إليك. ليك يا بنت الناس، محسوبك جحش حشا السامعين، يعني عقلاتي جوزتين بخرج، ولما بحس انه في حدا بده يقمصني عيني ما بتشوف النوم بالليل. نص بنص، باع معك اشترينا، ما باع يفتح الله. نص بنص هيك حق برأيك؟ مال حرام وقسمناه بالحلال، ايه شو بدك اكثر من هيك حق؟ انت شو كنت تشتغل قبل ما تصير نشال؟ مصلح موبايلات. رح ترجعي على الكباريه؟ بدك تشوف اذا بعده فاتح، شغل هلا ما في. وسامعك. دخلك مصلحة التليفونات بتطلع لك مصاري، لشو تسرق؟ آها شلون بدي فسر لك ياها هي؟ ليكي أنا لما بكون راكب على الموتور وبشدها للشنطة بحس جسمي عم ينفض نفض من الفرح وقلبي عم يرقص رقص، ولسه لحظة لما بفتحها للشنطة هو على أحلى وأحلى إيه، يا بيطلع لك فيها ذهب
يا بيطلع شوية فرايط والقصة ما بتكون جايبة همها. هي السرقة مثل القمار، بس الفرق بيناتهم إنه بالقمار البني آدم بيراهن على حظه، هون بيراهن على شطارته وخفة إيده. ولهلأ عم تربح يا أبو إيد خفيفة؟ ولا مرة انمسكت؟ أنا ما بمسك. بكرة بس الله يحط بوجهك حدا مثلي شوف كيف رح تمسك. أنا عيوني عشرة عشرة، بس تذكرك إني كمشتك بالمستشفى. إيه؟ رح تاخدي شنطتي معك؟ ما معي سيارة أنا، بكرة سلمى بتقطعني أخذهم. عن جد شكرا على زيارتك. ولو مايا، يا ابن الحرام.